السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برنامج الـ QGIS أنا محتاج إن أنا أضيف ليرين على الأقل، فأقول له أنا عايز أضيف layer temporary وهسمي دي مثلا pointes وهختارها point وأقول له أوكي فيبدأ يضيفهولي. هضيف layer تانية تبقى geometry، بوليجن، خلي دي بوليجن. اوكي لو انا في البوليجن وقلت له ان انا عايز اضيف شويه بوليجن بالشكل دوت، طيب لو انا جيت على البوينت وقلت له انا عايز اضيف فبيبدا يضيف لي بالشكل دوت. خلي بالك النقط اللي انا بحطها على الشكل ما بتظهرش، ليه؟ لان اللير دي اعلى من دي، لو انا حركت دي لفوق هتبدا تظهر معايا النقط ديت. طيب انا دلوقتي لو جيت هنا وقلت له ان انا عايز اشوف الاتريبيوت اهي، ده الفيوتشر تولز، عايز بقى ابدا اضيف الخصائص بتاعتي، وليكن مثلا عايز اضيف فيلد هنسميه مثلا اي دي، ده ممكن يكون ارقام وعشر الخانه بتاعته 10 حلوين قوي. طيب دلوقتي بقى انا عايز اضيف خاصيه معينه وليكن مثلا نيو فيلد واقول مثلا نيم، وده مش هينفع يكون رقم، لازم يكون تكست، واللينس ممكن نخليه مثلا 15، واسمي ده مثلا 1 ده 2 ده 300 مثلا. وهنا ممكن مثلا تسمي دي حديقة سلوى، جاي من كلمة المن والسلوى. طيب ممكن هنا مثلا حديقة الطفل، سلو اللي هو السمان، حديقة الأورمان. طيب كده احنا حطينا الفيلد. طيب عايزة بقى تبدأ تظهر هنا، فاجي هنا لما ادوس عليها مرتين بسرعة او اقول له بروبرتيز فتبدأ تظهر معايا بالشكل ده. الديفولت ان هو بيقول لي نو ليبل، فبقول له لا سنجل ليبل. بقول بقى انا عايز اني قيمة اللي تتكتب، عايز النيم مش الاي دي، والشكل بتاعها مثلا دوت او دوت زي ما تحب. وهنا بيديك بقى اختيار الفونت والستايل والسايز والكلر والماسك والباك جراوند وكل الاعدادات عشان تطلع الكتاب زي ما انت عايز. اول ما بدوس ابلاي اوكي بلاقي ان الحضارة كتب اهوت، حضرتك الطفل، حضرتك السلوى، حضرتك الارمان. لو انا عملت سيلكت على اي واحده فيهم بيبدا يجيب لي الانفورميشن بتاعتها، وده هو الاي دي وده هو النيم.